مشاهدي هذا البث المباشر من قلب مدينة النجف الأشرف، بالتحديد على مقربة ما يقارب 100 متر أو 150 متر عن مرقد الإمام علي عليه السلام، وحيث المنطقة الخاصة بمراجع الدين العظام أيضا. للأسف النجف الأشرف مستهدفة دائما من الصفحات المأجورة، الأقلام الصفراء، كل من يحاول أن يزعزع الأمن. أشارت بعض الأخبار إلى وجود اضطرابات داخل المدينة القديمة، أشارت إلى وجود تحركات ونقل المراجع إلى أماكن أخرى، اعتداءات على القوات الأمنية بالقرب من مرقد الإمام علي. كل هذه الأخبار كاذبة وعارية عن الصحة، الغاية منها استهداف أمن العراق أولا من خلال استهداف أمن مدينة النجف الأشرف وحساسية الموضوع. بالحقيقة حتى يكون واضح لدى الجميع، منذ عدة أيام هناك حملة كانت على مدينة النجف، صورت أولا المدينة على أن مدينة تمتلئ بالجريمة، الوضع الأمني منفلت بالمحافظة، القتل ينتشر. ما يؤسفنا تفاعل بعض الصفحات، تفاعل نستطيع يقول بعض الذين لا يفهمون بخطورة الموضوع، وأيضا بعض المغرضين من يروج لهذا الموضوع، تفاعل على أن الأمن مصاب بخلل في مدينة النجف وهناك قتل. هو كل ما جرى كانت هناك حادثتين جنائيتين اعتياديتين في أي مكان، بل بالكثرة هناك محافظات يحدث أكثر من ذلك. انتهينا من هذا الموضوع وواجهنا هذا الموضوع وبينا للناس الحقائق، وصارت زيارة عيد الغدير ونجحت الخطة الأمنية وانتهينا من هذا الملف. ما جرى هذا اليوم مظاهرة مطالبين بالتعيين، بعض الاعتداءات على القوات الأمنية، تفاجأنا بعد المساء بعد أن انتهت هذه التظاهرة إلى صفحات وبيجات وهمية وإعلام سريع جدا أشار إلى استهداف قلب مدينة النجف، استهداف المرجعية بالنجف ونقلها إلى أماكن أخرى، اعتداءات على مرقد الإمام علي. الآن أنا الساعة بالتحديد 2:45 ليلا اليوم، يعني بتاريخ اليوم اللي هو أعتقد 23 أو 24، يعني مصباح السبت، في قلب مدينة النجف في شارع الرسول. هاي حركة الزائرين أمامكم، الكل الآن الزائرين يدخلون إلى مدينة النجف، الحركة اعتيادية جدا وكأنك في ساعات الصباح الأولى. لا يوجد أي خلل أمني في المدينة القديمة، هذا مرقد الإمام علي، هاي الأجهزة الأمنية، بقربي الأخ آمر فوج طوارئ النجف الثالث مؤمن جميع مداخل ومخارج المدينة، الفوج الخاص بي أيضا، الأخوة بالحشد الشعبي وأمن الحشد ينتشرون في جميع النقاط الموجودة في هذه المدينة. حركة جدا اعتيادية، الزائرين بكل أمان وسلام، ومن جميع محافظات العراق من داخل ومن خارج العراق، من البلدان الإسلامية، من كل مكان، الآن موجودين في هذه المدينة في أهم مكان في مدينة النجف. والأخوة الأجهزة الأمنية الشاهدون الآن آمر الفوج ورفاقة من الضباط وأخوانا الباقيين الموجودين في عموم هذه الرقعة الجغرافية آمنة، وراح أنتقل بكم أيضا إلى أماكن أخرى، إلى أيضا شارع الجنسية، مجسرات ثورة 20، شارع المطار، يعني أشاعوا إلى وجود اضطرابات قرب شارع المطار. كل هذه الأخبار أخبار عارية عن الصحة. الآن قائد شرطة المحافظة وجميع الأجهزة الأمنية ينتشرون في عموم المحافظة، المحافظة نستطيع أن نقول من أأمن المحافظات، لكن للأسف هناك استهداف إعلامي كبير مقصود ومغرب يروج له بعض السذج. الموضوع الأمني موضوع خطر، الموضوع الأمني ينعكس على الجميع، بالتالي التعامل مع الموضوع الأمني يحتاج إلى حساسية. أنت اليوم من تتفاعل مع أخبار عارية عن الصحة وراها غايات وأهداف أنت تروج لها، عليك أن تترك الموضوع الأمني وتلجأ إلى مواضيع أخرى، لأن هذا بالتالي أي خطر أو شيء يصيب هذا الموضوع ينعكس عليك وعلى عائلتك. النجف ذات أهمية، لا يحتاج أن أتحدث عن أهمية مدينة النجف وما هي خصوصية مدينة النجف، كل هذا ما يحتاج، هذا واضح للجميع. بالتالي اختيار مدينة النجف لاستهدافها هو الغاية من زعزعة أمن البلد بصورة كاملة. هذه النجف أمامكم وهذه الصورة الحقيقية للنجف، النجف للجميع، النجف مدينة السلام، النجف مدينة الأمان، النجف مدينة المحبة، النجف مدينة التعايش السلمي، النجف مدينة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا راعي الأمن الأول في العراق وراعي الأمن الأول للمسلمين. بالتالي كيف هذه المدينة تتعرض إلى خطر؟ هذا الموضوع غير صحيح وكل ما يذكر غير صحيح. نطلب التعاون مع الأجهزة الأمنية، أؤكد النجف آمنة، النجف آمنة تماما ولا يوجد أي خرق أمني في المحافظة، وأطلب